في إطار محاربة الجريمة المنظمة بشتى أنواعها وتنفيذا لمخطط العمل المسطر من طرف قائد المجموعة الإقليمية الدرك الوطني بغردايا، تمكن بحر هذا الأسبوع أفراد المجموعة الإقليمية رفقة أفراد الفرقة المتنقلة للجمارك الجزائرية بغردايا على مستوى الطريق الوطني رقم 1 في شطره الرابط بين ولاية الأغواط وغردايا بالخرجة الشمالية لبلدية بريان بالضبط بمنطقة المسمى الدنبالة من توقيف مركبة سياحية. بعد التفتيش الدقيق لها تم العثور على كمية من الأقراص المهلوسة مخبأة بإحكام. هذه العملية أسفرت عن حجز 52320 قرص مهلوس من نوع بريغابالين 300 ميلي غرام منشئية أجنبية المنشأ، حجز مبلغ مالي بالعملة الوطنية قدر ب 60,000 دينار جزائري، هاتفين نقالين وسيارة سياحية وتوقيف شخص مشتبه فيه في القضية. بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية اللازمة تم إعداد محضر قضائي ضد المشتبه فيه لتقديمه أمام الجهات القضائية.